حاجه. انت في الماتش ده برضو كان ليك واحده مع اكوتي منساه. عملت له ايه؟ اكوتي منساه طبعا كان اكوتي ما بيهرجش عسل قوي جدا. وقت المصري كمان كان لا كان وقت المصري كمان كان هو انا شايفه كان الفتره دي كان من احسن اللعيبه الديفندرات في مصر كلها بصراحه. راح الاهلي بعدها يعني بصراحه يعني كان عامل مستوى عالي جدا وكان فارق عن اللي جنبه بصراحه. كان في فرق. فطبعا انا عارف ان هو يعني هو دايما اكوتي بيروح داخل بكل حياته هيخش لا انت لا الكوره لا اي حاجه يا ركبتك يا اي حاجه المهم هياخد اي حاجه. المهم الكوره في نص الملعب جايه هو داخل كده راح تعمل لف رحت عدى له من بين رجليه بالراحه قوي الكوره يعني ماشيه كده راح داخل قال لك اوبا دي رضا في حاله حقيقي والله. أيوة كده يعني انا ضحكت وحسام وتريكا وكان فاهم كان في كل اللي في نص الملعب عامه قعدوا يضحكوا على رد فعله لا بس قالها بطريقه في الماتش يعني انا عمري ما حد ياخد كوبري في ماتش رسمي يقول لك اوبا بصوت عالي جدا الحكم قاعد يضحك. منافسات منافسه مصر وترسانه يعني ده كان الكومبيتيشن في وقتها فعلا في هنا 5 6 تقال في المصري 10 11 12 لعيب تقيل هتبص في الاسماعيلي هتبص في بلديه المحله هتبص في المحله كان الدوري اللي ممتع وكان صراحة. الدوري منتخب مصر ساعتها احنا ما كناش برضو عندنا الناس المحترفه اللي هي ساعتها في ايام لا كنت لعيب مصري حلو لعيب الوحيد اللي كان محترف كان ميدو كان كواليتي كويس كان احمد حسن برضو كانت كان كابتن حسن في تركيا كان كابتن هاني رمزي اعتقد لسه لا 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 كان بطل كان بطل. طيب ليه عمرو ما فيش دلوقتي لعيبه حريفه يعني اللعيبه دي بقى يعني مثلا تفتكر انت بقى طبعا والاجيال الجيل كله بقى يعني وانت ومحمود عبد الحكيم محمود عبد الحكيم طبعا من الناس في ناس كل اللعيبه الحريفه بتاعت زمان دي جمال حمزه جمال حمزه طبعا في ناس كتير محمد ابراهيم نقدر ما ننساش من محمد ابراهيم كان بدروجيتو وطبعا وكابتن حازم امام وحازم كابتن حازم امام طبعا كان في كان لا كان انا بقول الكابتن محمد صبري الاتحاد كان يعني قصدي انا بقول لك بقى التنوع في مش في نادي بس مش بتلاقي مثلا الكواليتي ده في نادي بس لا بتلاقي زي الكواليتي ده في كل نادي في كل نادي تلاقي مثلا 2 3 لعيبه الفرقه عندهم الكواليتي ده عندهم ان هو يقدر يعني يحتفظ بالكوره يقدر يساعد فرقته يقدر يعمل ان هو يستغل المهاره بتاعته لصالح الفريق في حاجات كده لازم احنا يعني دلوقتي بندور عليها احنا بندور دلوقتي واحد ضد واحد في ماتش احنا بنتفرج على ماتشات دلوقتي في الدوري الممتاز 90 دقيقه ما فيش واحد بيعمل ضد واحد وبيروح مثلا صح ازاي كده انت كمان كمدافع كان زمان المدافع دوت عليه هيدك يعني عليه ضغط انه صحيح. انا هلعب قدام لعيبه حريفه صحيح. دلوقتي المدافعين برضو انت هي سباقات جري هي الاقوى بسرعه بالظبط ايوه سماكه بيتكلم في نقطه سماكه بيتكلم في نقطه مهمه جدا ان هي واحد ضد واحد انا النهارده لما يكون انا مدافع وتمني النهارده لما بتيجي تدفع في الهافات بتاعتك او رؤوس الحربه بتدفع اضعاف اضعافي ليه عشان هو البوزيشن بتاع واحد ضد واحد انا النهارده لو رحت وقفت هاف والكره جت لي رحت مرجعها تاني يبقى ايه الفرق ما بينه وما بين المساك صح كده فالنهارده الشخصيات قلت الحلول قلت